كنز من كنوز السنة غفلنا عنه كثيرا أيها الإخوة. يرويه لنا أبو أمامة رضي الله تعالى عنه، يقول: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جالس في المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أحرك شفتي، فقال: بما تحرك شفتيك يا أبا أمامة؟ قال: قلت أذكر الله يا رسول الله. قال: ألا أعلمك بخير لك من ذكرك الليل بالنهار؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء، والحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، والحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. لم يأخذ من وقتي دقيقة يا عبد الله، خير لك من ذكرك الليل بالنهار، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن هذا الحديث: تعلمهن يا أبا أمامة وعلمهن عقبك.